كمان كان لينا لقاء مع الفنانة الجميلة رحاب الجمل اللي اتكلمت عن الفنان أشرف زكي وقد إيه هي مبسوطة بتكريمه النهاردة من المركز الثقافي الروسي. ونرجع مرة تانية. الحكاية إن إحنا ناس كتير قوي بتحب الدكتور وبنحبه على قد حبه لينا وعلى قد جدعنته معانا وعلى قد خدمته لينا. جهات كتيرة قوي وناس كتيرة قوي اتجمعت علشان تعمل الاحتفالية العظيمة دي، مش عشان نكرمه، لا هو سبحان الله يعني متكرم في قلوبنا لوحده وهو عارف، بس احنا عايزين كلنا نقول له بصوت عالي بنحبك قوي يا دكتور اشرف. شكرا شكرا استاذ دكتور اشرف زكي على كل حاجه حلوه قدمتها لنا من واحنا طلبه في المعهد للفتره اللي حضرتك فيها كنت سكرتير عام النقابه، وبعدين نقيب بره كل التايتل، بره كل المناصب اللي وصل لها الدكتور اشرف زكي لحد ما بقى رئيس اكاديميه. اشرف زكي انسان، حد جدع جدا بيقف جنبنا كلنا وبيصلح بينا وعنده يعني صاحب الكلمه الحلوه ده يا جماعه، والله العظيم ده بيصلح ما بين خلافات زوجيه، يعني بيتدخل ويصالح الناس مع بعض ويصالحنا زملاء لو في حد مختلف مع حد في حاجه، بجد سفير الانسانيه. لا لسه ما فيش جديد، مش هقدر اقول حاجه دلوقتي، يعني كنت مشغولة أنا الشهر ده بجد كنا بنوضب للاحتفالية دي. أتمنى المسرح حلو وأنا بحبه وممتع، فطبعا أتمنى